طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. السلام عليكم، معكم محمد وخديجة ممثلي طنجة في برنامج لالا العروسة الموسم 2023. الفكرة المشاركة ديالنا في برنامج لالا العروسة جاء في الأول، كانت الفكرة الوالدة ديالي هي اللي عرضتها في الأول على خديجة، ناقشوها مع بعضياتهم وصراحة طرحوها عليا في الأول. أنا صراحة كنت متردد شويش على قبل المشاركة ديالي، حيت عندي شويه تخوف وهذه من الكاميرا والحشمه من الجمهور وهذه، ولكن من بعد رحبت فكره مزيان عجبتني صراحه، انا كانت عجباني وتوكلنا على الله. السلام عليكم، معكم خديجة ممثلة مدينة طنجة في برنامج لالا العروسة لهذا الموسم. صراحة برنامج لالا العروسة واحد برنامج اللي أي واحد يبغي يخوض التجربة هذه، ماشي كيف ما كنشوفوا في التلفازة، يعني برنامج اللي كيدوز في ساعة ونص، راه هو كيدوز بالساعات. صراحة جربنا وشفنا الكواليس كيفاش كيدوزوا، كاين تعب وكاين ستريس وكاين فرح وكاين بكاء، كاين بزاف الحاجات اللي دوزناهم صراحة تما. كيدوزوا ساعات طويلة في الكواليس، ما بين لقطة ولقطة، يعني كيدوزوا بالساعات، ولكن مع ذلك يكون كاين لحظات اللي كيدوزوا مزيونين، لحظات اللي كيدوزوا مؤثرين، واخا كاين ستريس، ولكن عشنا لحظات مزيونين بزاف صراحه. وكنبغي نشكر ليكيب كامل ديال لالا العروسه اللي كان كيسهر على البرنامج، تحيه ليهم كبيره وكبيره بزاف. بالنسبه للاقصاء ديالنا في البرايم الثالث، صراحه ما كنتش متوقع، يعني حيت انا كنت صراحه عامل المجهود ديالي وخدمنا مزيان شويه في وسط المسابقه ديال بلاطو. وبالنسبه للاقصاء جاني مفاجاه، يعني هذاك رجع لواحد جوج ديال اللي جو اللي عملناهم اور بلاطو، ما توفقناش في وحده فيها، ما توفقناش مزيان. وبالنسبه للعمره يعني ما عطيناش النقاط الوالده، هذا ماشي استخسرنا فيها النقاط ولا شي حاجه، لا، انما هو كانت المتسابقين اللي معنا اسبانيا الحاجه ميلودا كانت هي فايته، يعني كانت هي الاولى في ذاك الجو هذيك ديال الامهات. يعني حنا قلنا مع بالنا الا تويدا عطينا مثلا ثلاثه نقاط ولا اربعه نقاط غنخرجوا، وحيت ما كتكون ضارب الحساب في شكل وكيخرج لك حساب اخر، ما كتكونش عارف التوتال ديال لي نوط اللي عندك. هادشي اللي كان ودات الحاجه ميلودا، انا كما كنقول دات راه بحال ديالي، يعني راه كاملين فحال عائله واحده تما. صراحه كانوا كيدوزوا بزاف ديال اللحظات اللي مؤثرين بزاف في البرنامج. اللحظه اللي اثرت فيا بزاف هي اللحظه ديال الخروج ديال كوبل ديال وجده، صراحه كانت اخلاص عزيزه عليا بزاف، كانت قريبه لي بزاف، وكنبغي نوجه لها تحيه من هذا المنبر، هي والزوج ديالها خالد ولالا شوميشه، كنبغي نوجه لهم تحيه وكنقول لهم ربي يسهل عليهم. ماشي الخروج من لالا العروسه راه هو نهايه العالم، راه هي بالعكس بدايه ليهم في الحياه ديالهم ولينا حتى حنايا. دونك هذه اللحظة صراحة اللي كانت أثرت فيها بزاف في البرنامج. صراحة بالنسبة لي جو كانوا بعض لي جو اللي شويه صعابين، اللي انت خصك تعرف راسك كيفاش تجري ديك اللعبه هذيك، بحال اللعبه الاخرانيه ديال الكاري كانت شويه صعيبه صراحه، حيتاش فيها صابون وفيها زليق، يعني تخاف تطيح، انت خصك تعرف تجري راسك بديك اللعبه، تحاول انك تحرك بشويه باش ما تطيحش، لان لا طيحتي راه انت اللي ما عرفتيش تحكم في راسك في ديك اللعبه هذيك. دونك لا بليبار ديال لي جو صراحه كانوا في المتناول، ابار هذه اللعبه هذه اللي شويه كيف ما قلت لك الواحد او الوحده هي اللي خصها تعرف كيفاش تجري راسها في هذيك اللعبه. من خلال موقع طنجة نيوز كنبغي نوجه تحيه شكر للناس اللي متبعينا كاملين، العائله ديالنا والاصدقاء ديالنا وخوتنا وحبابنا واي واحد مساندنا ومشجعنا، راه تبارك الله من كاع المدن، ماشي حيت حنا كنمثلوا مدينه طنجه فكيشجعونا فقط من مدينه طنجه، بالعكس لقينا ميساجات الناس من كاع المدن ديال المغرب مشجعينا ومتبعينا. كنبغي نقول لهم شكرا لكم بزاف، شكرا لكم من القلب، وكملوا معنا وحنا معاكم. كنبغي نوجه تحيه للمدير ديالي في العمل اللي تاح لي الفرصه انني نبدا او نمشي للبرنامج لالا العروسه، كنبغي نقول له شكرا لك بزاف حيت فتحتي لي هذه الفرصه هذه، وكنوجه له تحيه شكر وشكرا لكم كاملين. بالدور ديالي كنشكر الاصدقاء في العمل، الاصدقاء في الحومه ديالي، في الاخوان، العائله، كل شيء كنشكرهم على الدعم ديالهم على التحفيز ديالهم، وكنشكر الاداره ديالي انا بدوري اللي خلاتني انني نمشي نشارك في البرنامج، شكرا بزاف.